اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم خطة البعثات والمنح الدراسية التي تم تخصيصها للطلبة البحرينيين من خريجي العام الدراسي 2022-2023 من المرحلة الثانوية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير معنا في نشرة الثالثة، وبداية ما هي المعايير التي تم اعتمادها في إعداد خطة البعثات والمنح الدراسية، وما هي أبرز التخصصات؟ نعم، مساء الله مساءكم جميعا بكل خير. وفي الواقع نتمنى للطلاب والطالبات الأعزاء كل التوفيق في الواقع في المرحلة القادمة بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية، وهناك عدد كبير منهم سوف يتوجه إلى الدراسة الجامعية بحكم تفوقهم. خطة البعثات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر، طبعا في مقدمتها مسح السوق واحتياجات سوق العمل. تقوم بذلك وزارة التربية والتعليم من خلال التواصل مع مختلف الجهات سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص للتعرف على أهم المتطلبات التي يجدونها ضرورية في مخرجات التعليم العالي. أيضا يقوم قسم البعثات والمنح الطلابية بوزارة التربية والتعليم بإجراء البحوث اللازمة لتقصي أفضل التخصصات وأهمها على المستوى الإقليمي والدولي، وطبعا التنسيق مع الجامعات سواء كان في الجامعات الحكومية الوطنية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الإقليمية لطرح هذه التخصصات ومن ثم إدراجها ضمن خطة البعثات. وبذلك طبعا يتم اعتماد هذه الخطة بحيث تلبي طبعا أهم المتطلبات، وطبعا نأخذ أيضا في عين الاعتبار بعض الرغبات المهمة بالنسبة للطلبة من أصحاب المعدلات المرتفعة جدا، بحيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تلبية طبعا طموحاتهم فيما يتصل بالتخصصات التي يريدون أن يلتحقوا بها. نعم سعادة الوزير، ماذا يعكس تخصيص هذا العدد الكبير من البعثات والمنح الدراسية المخصصة للطلبة البحرينيين من خريجي المرحلة الثانوية؟ طبعا من دون شك هذا يعكس اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمخرجات التعليم، وطبعا بتوفير الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم، ومن ذلك طبعا تخصيص هذه البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين. في نفس الوقت هذا يبين اهتمام وزارة التربية والتعليم والدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتنفيذ الخطط التنموية في الجانب التعليمي، وطبعا في مقدمة ذلك عملية الابتعاث. لا يخفى عليك أن ابتعاث الطلبة لدراسة مختلف التخصصات بعد إنهائهم المرحلة الثانوية يعتبر استثمارا كبيرا جدا في الجانب البشري، استثمارا في العنصر البحريني، وإعدادا للأجيال القادمة للانخراط في سوق العمل وتقديم كل ما يمكن تقديمه للإسهام في تطوير وتنمية وعمران مملكة البحرين. فهذا الواقع يعكس اهتمام الحكومة الموقرة ووزارة التربية والتعليم بمتابعة الطلبة بعد التخرج من المرحلة الثانوية وتوفير سبل استمرارية التعليم بالنسبة لهم. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.